السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سبت وانتم طيبين. ان شاء الله هنبدا النهارده في الحلقه الثانيه لعمر بن الخطاب. احنا المره اللي فاتت وقفنا على قصه اسلامه، بس لسه ما كملناش. هنكمل ان شاء الله النهارده اكتر من حاجه حياه عمر بن الخطاب، وان شاء الله تستمتعوا وتستفيدوا منها. ازاي حضرتك؟ عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك اخبار ايه؟ الحمد لله كويسه. اخبار حضرتك ايه؟ كل اسبوع وحياتك طيبه. انت طيبه يا نور دايما يا رب. احنا الحلقة اللي فاتت ما كملناش هو عمل ايه بعد الاسلام، فهنكملها النهاردة ان شاء الله. هو في عهد سيدنا محمد طبعا كان هو خلاص دخل في سيدنا عمر دخل في الاسلام، وكنا اتكلمنا عن قصه دخوله في الاسلام لما راح عند اخته، بس بنقولها بسرعه. وبعدين لما دخل بقى وشاف الصحيفة، قرأ كانت من سورة طه، الآيات من سورة طه، هزت قلبه فقال لهم هو فين؟ قالوا له في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم ايوه اللي عند جبل صفا، الصفا. فخرج على طول، ولما راح هناك هنقول الكلام ده تاني، هنلمسه تاني بوضوح شوية أو تفصيل أكتر، لكن عايزين نتكلم دلوقتي عن مرحلة هجرته إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لما سيدنا محمد جاله الأمر من ربنا بالهجرة، فطبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر أتباعه بالهجرة إلى مدينة اليثرب، وكان الكلام ده سنة 622 ميلادية. فطبعا كل الأهل بقى، يعني أهل المسلمين، بدأوا فعلا يخرجوا وعاهدوه على الأمان، وإن هو كمان أهل يثرب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يجي يقيم عندهم علشان يحموه من اللي بيحصل له هو والمسلمين من الكفار. فكان رايح وخلاص، كان أهل المدينة كانوا بيرحبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وفاتحين بيوتهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكل المسلمين. فمن هنا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يهاجروا، ومعظم المسلمين بقى هم كمان يهاجروا، ولكن كانوا بيهاجروا سرا خوفا من ان حد من قريش يتصيد لهم ويتعدى عليهم، الا سيدنا عمر كان معروف على انه قوي جدا، محدش يقدر يخرج يعني عليه ابدا، محدش يتعرض له اصلا. اهل السنه والجماعه كانوا بيقولوا ان سيدنا عمر لبس سيفه ووضع قوسه على كتفه وحمل الاسهم ومسك العصايه قويه وذهب الى الكعبه وطاف 7 مرات حوالين الكعبه، وكانه بيوري الناس إن أنا أنا أصلي وناوي أخرج الهجرة. وتوجه إلى مقام إبراهيم، سيدنا إبراهيم، وصلى. كانت حلقات المشركين موجودة، فبصوا له كده وكأن وشوشهم بهتت، فما كانوش. وراح قايل كلمته الشهيرة: من أراد أن تذكله أمه ويتم ولده أو يرمل زوجته فيلقيني وراء هذا الوادي. فطبعا ما حدش قدر يمشي وراه ولا أي حاجة خالص، وكان ما حدش قرب. طبعا سيدنا عمر وصل الى يثرب، وسميت بعد كده طبعا المدينه المنوره، ايوه ومعاه كان ما يقارب 20 شخص من اهله وقومه. ده يعتبر عدد ايامها كتير كبير. كتير اصلا. سيدنا عمر طبعا اخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله ولد سراقه بن المعتمر، يعني سراقه، فاكرين سراقه؟ ومشوا مع سيدنا عمر، وكان معاه كمان خنيس بن حذافة، كان معاه زوج ابنته حفصة، وكان معاه ابن عمه سعيد بن زيد اللي هو أحد المبشرين بالجنة. المهم نزلوا عند مسجد قباء، وكان اللي سبقوا سيدنا عمر ومجموعته سيدنا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وابن أم مكتوم وبلال بن رباح وعمار بن ياسر. طبعا اللي حصل في المدينة إن الرسول عليه السلام آخى ما بين السلام. سيدنا، المهاجرين والأنصار. هو يقال إن سيدنا عمر بن الخطاب آخى بينه وبين أبي بكر، وقيل بينه وبين عويم بن ساعدة الأوسي. بقى بقى المسلمون في المدينة بأمان طيلة سنة بحالها، لغاية لما قريش حشدت جيش لقتلهم، ووقعت بينهم غزوة بدر. بين شوية معارك كمان. وكان اشتهر عمر بن الخطاب ان هو كان قائم مع كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه مستر وسلم. سلام. ففي غزوة بدر كان عمر تاني من تكلم ردا على رسول الله لما استشارهم قبل غزوة بدر بعد ابي بكر، كان تاني واحد، يعني الاولاني
سيدنا محمد استشار سيدنا أبو بكر ثم وبعد كده سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر بن الخطاب أحسن الكلام ودعا إلى قتال المشركين، وسيدنا عمر قتل خاله العاص بن هشام في الغزوة دي، ايوه. غزوة أحد. رد عمر على نداء أبي سفيان، هنسأل عن من قتل عمر من الأشخاص اللي اعتقد أن محمد قد قتل في المعركة، لكن لما عرف أنه لسه على قيد الحياة وأنه احتمى بالجبل جرى عليه ووقف يدافع عن المسلمين ضد كان الإيه؟ يوم صعب على المسلمين اليوم ده. جدا جدا. الحمد لله، لكن طيب الحمد لله عدت كاد على خير. طيب احنا يعني انا عايزة اللي هو احنا استنبطنا كده من نقطة اسلام عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ايوه، وهجرته الى المدينة، ان هو ادى للاسلام قوة. طيب لو انا مثلا ام وعايزة اخلي شخصية ابني تكون قوية، مش هتبقى عمر زي عمر بن الخطاب اكيد يعني، بس يعني ها شوية يعني ربعه حتى. فانا ايوه لو عايز يعني يقترب الى شخصيه عمر بن الخطاب يبقى ان انا اديله ثقته في نفسه، اعلمه القراءه في شتى الانواع، مش القراءه يقرا الكلمات، لا يقرا الكتب، يقرا المعارف والمفاهيم. واحنا دلوقتي بنعمل ايه يا نور؟ احنا دلوقتي بنقول عن شخصيه، الشخصيات دي نوع من انواع ان الامهات لما يسمعونا يا ريت يتكلموا عن مع اولادهم عن سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدنا محمد رسول الله، سيدنا خالد بن السلام. الوليد. لما الطفل يسمع ان هم دول اجداده، هم دول اصوله، يبقى يعرف عنده عزة. عزه ويبدا يحس بالثقه في نفسه، فنبدا عنده الجراه في قول الحق والاعتماد على الله. صفات عمر بن الخطاب وهنشوفها في الاحداث اللي جايه العدل، واهم من ده كله تحمل المسؤوليه الشديد، يعني شايل المسؤوليه بمنتهى الاخلاص، كان بيجي على نفسه عشان يكون كفء للمسؤوليه اللي شايلها، كان عارف خطوره المسؤوليه دي، كلها صفات اللي يحملها يبقى شخصيه قويه. وكمان فطبعا قوة إيمانه بالله طبعا، ده بعد الإسلام يعني، قوة طبعا إيمانه بالله بصي برضو في الحته دي عايز اتكلم فيها قوي، اتفضل. لما كان الكفار كان مؤمن باللي هو فيه، وعشان كده كان شديد العداء للاسلام في الاول قبل ما كان يدخل، ايوه لما فهم الاسلام ودخلوا بقى شديد العداء العداء. للكفار، كلما نضج عقله بيختار صح، ولما بيختار صح بيؤمن باللي هو فيه ويبدأ يدافع عنه. احنا خلصنا هجرته. طيب قبل ما نعيط فيها وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده إن شاء الله مش مش هنعيط. هنعيط ان شاء الله. هي يوم طبعا كان صعب، وكل إنسان بنيجي نقراها يعني بنتوجع. لما حصل إن لما شاع خبر انتقال رسول الله إلى سلام رفاق الفكر. الأعلى، كان الكلام ده في يوم 7 يونيو سنة 632 ميلادية، وكان ده يوم موافق ل 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية. كان شيعة بقى عن إن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، فالمسلمين اضطربوا وبعضهم جاله زي ذهول، وفي ناس ما صدقوش الخبر، ومن الناس اللي ما صدقوش الخبر كان سيدنا عمر. فقام قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتقد يعني مصدق بعدم موته تمام الاعتقاد. وفي رواية أخرى كان بيقول والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني مش هصدق خالص، يعني بمعنى أن لا أعتقد أنه مات فعلا، واللي هيقول كده وليبعثن الله فليقطعن أيدي الرجال أو أرجلهم يزعمون أنه مات، مش هيتقطع ايديهم ورجلهم لو حد يقول كده. ايوه. فكان يعني هو مش مصدق خالص، وقال ان في هناك رجال منافقين بيزعموا ان رسول الله قد توفى، سلام. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران، ايوه. فغاب عن قومه 40 ليله وبعدين رجع. ازاي؟ مع ان سيدنا موسى برضو اتقال عليه انه مات، مع انه ما كانش مات. عايز ايوه. اقول لهم لا لا هو ما ماتش، ويعني فطبعا الناس كان نفسهم يصدقوا سيدنا عمر. بس فلا كان للأسف. لغاية لما سيدنا أبو بكر رجع، وكان جاي على الدابة بتاعته ونزل عند باب المسجد ودخل البيت بتاع عائشة، وكشف عن جثمان سيدنا محمد وقبله وفضل يبكي، وبعدين خرج للمسجد ووقف على المنبر وقال كان يعبد محمد. سمع بقى سيدنا عمر وهو بيقول الكلام بتاع اللي هو مش مصدق انه مات، وان اللي يقول مات هيتقتل، وكلام يعني اضربه بقى وكده يعني.
ايوه وقعد يقسم بقى ان النبي لم يمت وهكذا. فايها الحالف على رسلك، يعني استنى استنى شويه، وما معناه اجلس يا عمر يعني. ايوه فجلس سيدنا عمر، كان بيحترم سيدنا ابو بكر. تشهد ابو بكر رحمه الله عليه واثنى على سيدنا محمد، وبعدين اقرا بقى الايه اللي بيقول: وما من محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افي ان مات او قتل انقلبتم على على اعقابكم، عقابكم. قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما بقى تلا سيدنا ابو بكر الصديق هذه الايه، وسيدنا عمر والمسلمين سمعوها كأن بيسمعوها لأول مرة، ايوه فراح سيدنا أبو بكر مكمل وقايل إيه: من كان يعبد محمدا فإن فانا محمد قد لكم مات، مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا. لا يموت. فالكلمة دي يعني خلاص كده هزت سيدنا عمر، وخلاص وخلاص ايقن ان هو توقف، توفى. خلاص مات خلاص. فطبعا يعني قعد على ركبتيه بقى وتهفى، يعني كان رجليه ما شليتوش في هوا الارض، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. طيب لو هنعمل اسقاط في النقطة ديت، هو طبعا ما فيش يعني فقدان اصعب من فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صعب جدا يعني. طيب في وقتنا ده ناس كتير بيتعرضوا ان هم بيفقدوا اقرب الناس ليهم، سواء ام او اب او اخ او زوج او كده، ايه مثلا اللي نعمله عشان نرجع تاني؟ هو عمر بن الخطاب طبعا والصحابة كلهم ما قعدوش كتير يعني، زعلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. زعلوا كده هو، بس بدأوا ان هم يشتغلوا، وبدأوا ان هم يعملوا فتوحات، وبدأوا ان هم يعيشوا حياتهم. احنا بقى حاليا دلوقتي لما بنفقد حد، اي خبر وحش يا نور، اي خبر وحش، اي خبر مش لازم بس الموت. علم النفس بيقول ان الناس لما بتسمع خبر وحش اول حاجه تعملها، بعض الناس طبعا مش كل الناس، بيحصل لهم عمليه انكار. مات؟ لا، ماتش. زي عمر بن الخطاب كان أول حاجة أنكرها إن هو ما ماتش. هو ده نوع من رحمه ربنا بالانسان، انه يخليه في البدايه عارفه اللي زي ما تقول ايه الحقيقه، بس انا بنكرها أيوه تمهيدا عشان اقبلها، لان عقلي مش قادر يصدق، لان تصديقها صعب عليا، مش قادر أيوه اتحمل الفكره، بتبقى تقيله قوي. الحاجه الثانيه بعد ما بصدقها بيحصل لي ارتباك. دي مراحل: مراحل تقبل الخبر الوحش، أيوه أيوه المرحله الاولى الانكار، المرحله الثانيه هو الارتباك. وانا دلوقتي اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه، لان خاصه اللي بيموت ده لما يبقى اب ام، طبعا رسول الله ده حاجه تانية خالص بقى، السلام أكيد طبعا. يبقى شر ضنا ابني. في حاجات تحسي لما بتروح الانسان ساعتها، طب خلاص صدقت انه ده، بعد بقى يعني انكر الاول وبعدين خلاص عرفت انها حقيقه، انا اعمل ايه؟ وده لو تلاحظي ان ده حصل للمسلمين، في بعضهم ارتد، ايوه صح. وكانوا كأن الإسلام هو سيدنا محمد، ايوه وإن العبادة لسيدنا محمد، لا، اللي كان بيعبد سيدنا محمد فإن محمد قد مات. فطبعا كان محتاجين واحد زي سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو عمر بن الخطاب وغير هم الناس الواعيين في الإسلام، إن يردوا الناس دي تاني إلى الإسلام وفهمهم يا جماعة الموضوع مختلف. جاب الدين ده نازله، فلينزله على سيدنا محمد هينزله على الباقي، او مش ينزله هو الهادي يعني. يعني احنا هو وكذلك أتممت عليكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، هو خلاص خلص رسالته. خلص دي رسالته، احنا نشتغل عليها بقى خلاص. أيوه أيوه فبركن بقى على الاسقاط بتاعنا، انه لما الام او يموت ضناها، او الابن او البنت باباهم او امهاتهم يموت، او اخ او اخت، عارفه الناس القريبين قوي قوي والمؤثرين جدا في حياتنا، واللي بتبقى حياتنا غالبا يعني واقفه عليهم، يعني معتمده عليهم في حاجات. اختي دي بتساعدني، اخويا ده بينصحني، جوزي ده بيقضي لي مصالحي، بيعمل لي امان في بي. يعني كل واحد له دور في حياتنا. أكيد. الدور ده بتحسي فجاه انه هوب وقع، حتى بعد ما بتستردي عقلك وتقولي لا مفيش انكار ولا حاجه وخلاص مات، طب انا اعمل ايه بقى؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ فعشان كده يمكن في حاجه لها فتره الحداد او فتره الحزن، هي الحياه فتره التقبل والترتيب، حاله الترتيب او الرؤيه الجديده. الدنيا هتمشي ازاي من غير فلان؟ هتمشي ازاي؟ همشي ازاي؟ يعني التقبل ده، وكانه في الاخر لازم نفهم ان
احنا قصة حياتنا مكتوبة من قبل ما نتخلق، ايوه احنا بس بنمثل السيناريو المكتوب من ملايين 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 السنين. كل ما نفكر نفسنا بالموضوع ده، مفيش حاجة بتحصل خارجة عن اللي كتبه ربنا الله سبحانه وتعالى. إذا آمنا بده يعني حقق الموت صعب بس نتقبله، وخاص بقى بعدين ربنا رحمن رحيم، بيخلينا بقى نتقبل وتدريجيا نقبل ونبدأ بقى نشوف تدور الحياة تاني. وبيبقى مع الوقت، يعني مع مع الوقت الوقت بتلاقي مع الدنيا، الوقت يعني مثلا الحاجة الوحشة بتبدأ كبيرة وبعد كده واحدة واحدة بتقعد تصغر 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 كده يعني. فعلا فعلا، خاصة لما تعرفي انه يعني ده امر الله. صح. اعملي ايه؟ اعملي وبعدين ايه؟ الزعل والبكاء والحاجات دي مش هتغير حاجة، شيء خلاص، هو يعني حاجة انقضت. هو ده، فربنا سبحانه وتعالى رحمته يعني رحيم بينا لدرجة انه ينزل علينا السكينة والتقبل والرضا تدريجيا، مش هنقول في لحظة واحدة، لا هو أكيد. الحكاية. وعايزة اقول لك حاجة، يعني انا يعني مثلا بابايا ومامتي متوفين بقالهم سنوات، لكن ما فيش مناسبه بنشوف صور بنتكلم عن مواقف او ذكريات أكيد. قديمه، يعني بتلاقي نفسك دمعتي وقلبك قفل وتحسي اشتقتي ليهم، بس بنتمنى نفسنا ان احنا نتقابل ان شاء الله في يوم القيامه باذن إن الله. شاء الله. فاللي عايزه اقوله ان هو ده الحل، فده يعني نعلمه للناس ان اللي يامر بيه ربنا هو الخير. عايزين نتكلم بقى دلوقتي عن شخصيه سيدنا عمر عمر، بن الخطاب، تفضل. ايه رايك اتكلم عن هيئته الخارجيه؟ طيب ماشي. سيدنا عمر بن الخطاب كان ابيض البشره ووشه كان محمر، الا في عام الرماده، اشمعنى بقى؟ لانه حرم على نفسه اكل الادام، الادام اللي هو كان مقصود السمنه او المواد الدهنيه يعني. ايوه. فليه؟ علشان يعيش، مع ان هو كان في موقعه ممكن لو امر لنفسه بان يجي له الاكل اللي فيه ادامه، ده كان حاجه غاليه يظهر او كده، لكن لا هو عايز يعيش معاناه المسلمين. ايوه. فعاش، كان في مجاعه جامده قوي لدرجه ان وشه الابيض المحمر ده بقى اسمر الماء، لكن هو كان حسن الخدين، خدوده حلوه، كان راسه اصلع، بس كان له لحيه طويله وكان بيعملها بالحنه، وهناك ده معروفه يعني في الزمن ده كانت، او في بعض الناس يمكن لغايه دلوقتي، كان له شارب طويل، بس بقى مع الاسلام وتكرار كان عند تحت عينيه خطين لونهم سود، لانه شديد البكاء، لانه بيخاف من ربنا، كان يخشى الله في كل تصرف صغيره وكبيره، كان بيخشى الله. لو اتكلمنا بقى عن علمه وموافقات القران ليه، يعني ازاي كان يقول الحاجه ولها نزلت في القران، في ايوه. عده مواقف مشهورين جدا لسيدنا عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. انه بينما هو نائم اتيت بقدح لبن فشربت حتى ارتويت وخرج، وحتى كاني ارى الري يعني الارتواء بتاعي يخرج من اظافري، ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني الباقي مني اديته لعمر بن الخطاب. ايوه. قالوا فما أولوته يا رسول الله؟ قال أعطيته العلم. يعني إيه تفسيرك بقى؟ أنت اديت له إيه؟ الحلم، اديت له بقية اللبن بتاعك، لكن ايوه. إيه اللي اديته بقى في الحقيقة؟ قال له أنا اديت له العلم. ومرة تانية قال بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، قمص يعني قمصان، منهم قميص يبلغ الثدي ومنهم يبلغ دون ذلك، يعني قال لي كمان يعني يدوب يغطي الكتاف، ايوه. أورد علي عمر وعليه قميص اكتره، اكتره يعني طويل لدرجة إنه طويل. كان تجرجر في الأرض. بيجوبه. ايوه. قالوا له طب أنت أولته إيه؟ إيه اللي اديته له عشان يبقى هو ده بالذات اللي لابس كده؟ قال أنا اديت له الدين. ايوه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان فقيها وكان عبقريا وملهما، وكان متوقد الذكاء سريع البديهة. وعبد الله بن مسعود قال إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. ايوه، من كتر علمه. وكان من خشية سيدنا، يعني من حب سيدنا عمر بن الخطاب في الإسلام، كان بيقول إن أنا كنت
برغم نفسي او يعني بتجوز كتير عشان اجيب نسل مسلم. دي يعني كان مقولة. دي مقولة له، كان بيقول ان هو فعلا بيتجوز بهدف انه يجيب نسل كتير من المسلمين. فاذا هو بيتجوز اربعة، واحدة ماتت يتجوز غيرها، يطلق واحدة يتجوز غيرها، فاهماني؟ كل ده بهدف انه يجيب اولاد كتير. طيب انجازاته بقى، ايه الانجازات اللي هو اقول في الايات اللي نزلت موافقة لكلامه. تمام، انا اسفه ما خدش بالي. كان قال، كان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستر سلام. ليه ما ناخدش من مقام ابراهيم مصلى؟ بيسأل النبي، راحت نازله ايه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام. وقالوا ناخذ من مقام ابراهيم مصلى. أو مره تانية بيقول له يا رسول الله مستر سلام. ليه، يعني يا ريت تؤمر نسائك ان يتحجبن، لان بيكلمهم البر والفاجر، يعني نسائك دول. فنزلت آية الحجاب. سبحان الله. يعني سبحان الله. ولما النساء زوجات النبي كانوا من غيرتهم وكده، كانوا بدأوا يتآمروا عليه، يعني يجتمعوا عليه يعني في الكلام. فسيدنا عمر قال لهم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. راحت نزل آية في هذا موافقة لرأي سيدنا عمر. خلاص، عارفة ازاي؟ يعني عدة آيات كان دايما يعني تتوافق مع كلمات كان قالها او اسئله سالها سيدنا عمر، راحت نازله فيها ايات. فسبحان الله، يعني حضرتك قلتي من شوية ان هو كان بيتزوج كتير وكده عشان يجيب اطفال كتير، فدول يباهي بيهم الاسلام او يبقوا مسلمين كتير. فده ينافي بقى عن احنا حاليا دلوقتي بنحاول نقلل من الخلفة او زي تحديد النسل او كده. أولًا هنتكلم عن الإجابة دي. هو الأصل إن المسلمين يتناسلوا، كل ده علشان نقوي الإسلام ونزود عدد المسلمين. لكن الحقيقة ومع الوقت اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيام السلام. الصحابة اللي هو صدر الإسلام، كان الإسلام قوي، وكان رغم انهم قليلين لكن كانوا شديدي الايمان. فكان يعني واحد مسلم تالي بمليون مسلم بتوع النهارده. أكيد. فالنهارده مع الانفتاح الالكتروني وانفتاح العالم على بعضه، الفتن زادت. أكيد. الصح ايه؟ من اول ما، بصي انا اعتقد والله اعلم، من اول التلفزيون والراديو، الحاجات دي كانت بدايات يعني عدم التحكم التربوي. أيوه. فبدات الاطفال في البيوت يدخل لهم معلومات من غير الاب والام، مش كلام بابا ولا ماما ولا ايوه طنط ولا خاله ولا عمه، لا ده كلام ناس بيقدموه بصوره شكلها شيق وجميل، ايوه بس بيضعفوا قوة الإيمان في قلوب الأطفال والشباب. فبقى حسابي عند ربنا يعني إن هذه اتنين، وإحسني تربيتهم، اتنين أو تلاتة عدد معقول يعني، بس إحسني تربيتهم، لأن أنت بتقومي جهات كتير قوي، أنت مش بتربي لوحدك النهاردة، بتربي مليون اتجاه واتجاه ضدك، ايوه ايوه الموضة والمسلسلات والأغاني وكلمات الأغاني، اللبس اللي بيتلبس، الأفكار اللي بتتقال في الأفلام والمسلسلات، تيك توك والحاجات، حاجات كتير كلها ضدك. ايوه صح. لو جبت أولاد كتير مش هتعرفي تسيطري، مش هتعرفي تتابعي، مش هتعرفي تربي. لان هاتي ايام زمان سبحان الله كان كله بيربي بعضه، يعني كان في ترابط اسري. أيوه فهو انت بسمعها على طول، والله هي بتجيب عيال، ابن خاله بيربيه، مش عارفه ابن كذا الكبير بيربي الصغير، طبعا فكلهم بيتربوا مع بعض. فكمان بقى كل واحده بقى اختها يعني كلهم البيئة مع كلها بعض، البيئه كلها مع بعض. اما دلوقتي هي واحده بس، فهي ايه هتقول ايه ولا ايه ولا ايه وكده يعني. والاكثر من كده، المدخلات اللي داخله على جوه بيتك وواصله لغايه جوه بيتك، ها، بقت كتيره واكتر منك بكتير. ايوه. انت مش هتعرفي تقعدي تراقبي كل حته من دول.
كل الناس كانوا على وتيرة واحدة اللي هو الصح والغلط. أما حاليا بقى في تناقض، في ناس تقول على الصح غلط وفي ناس تقول على العكس، يعني بقى في مشتتات حتى كمان في الكبار، فبالتالي التربية بدأت تختلف عن الأول. لك الأفكار اتغيرت والمفاهيم اتغيرت، والأم علشان تقدر مع طفل أو طفلين هتبذل مجهود خرافي. ايوه صح. هنا تحديد الناس، وإن كنت وإن كان موش مع الإسلام، لأنه بس عشان تحسين اللي يطلع، المسألة ما يبقاش عدد وبس، يبقى ايوه عدد فاهم. واحد جيد أحسن من 10 تعبانين. صح فجاي من ده الإسقاط ده يعني. تمام. طيب هنتكلم عن سياساته وكنيته. اتفضل. عمر الخطاب كان من أبرز العباقرة بتوع السياسة في التاريخ كله، لدرجة إن عمل استبيانات على مستوى العالم. سيدنا عمر بن الخطاب احتل المرتبة 52 من قائمة الشخصيات اللي أثرت في تاريخ البشرية كلها على مستوى العالم وعلى مستوى العصور. ايوه يعني ده مش على مستوى دول معينة أو دول عربية مثلا، أو مش على مستوى سنوات محددة، لا، من ساعة ما أيام بقى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم السلام. لغاية النهاردة، سيدنا عمر يحتل المرتبة رقم 52 كشخصية مؤثرة في تاريخ البشرية. ايوه لكن سيدنا عمر كان فترة عهد النبي يعني ما كانلوش يتعامل في السياسة إطلاقا. السياسة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة لكن والسلام. بعد وفاة سيدنا محمد بدأ سيدنا عمر يبان بقى براعته وحنكته في الشؤون السياسية. وكان ايوه سيدنا أبو بكر يعني بيسأله كتير، يعني من الناس ايام اللي ما كان هو خليفة كان هو المستشار الأول. كان هو المستشار الأول، كان دايما ياخد برأيه. طبعا بعد ما سيدنا أبو بكر توفى، سيدنا عمر لفصاحته وكلامه الجيد، انت عارفين احنا قلنا عنده بلاغة في الكلام وعنده علم، فبدأ يكسب تأييد كتير من القبائل البدوية. وبعدين بدأ ياخد سياسات زي تسريح السجناء اللي تم اعتقالهم في حروب الردة. كان عنده مهارة في الخطابة كانت بتأثر كتير وزودت كتير في شعبيته، طبعا خاصة الطبقات اللي هي بتعتبر انها فقيرة شوية او محرومة شوية في المجتمع الإسلامي، فكان بيقدر في يشدهم. وكان طبعا من جميل في عهد سيدنا عمر ان ما خلاش فقير، يعني صح. كان دايما بيكفل الناس خاصة في عام القحط ده للمسلمين والمجاعة واللي حصل فيها يعني. فسيدنا عمر يعني كان حاول ان هو يغطي كل احتياج الناس، فشافوه في العدالة بتاعته، شافوه في حرصه على المسلمين. فكان لدرجة إنه لما يجي يعين والي كان أعينه وأبدأ أراقبه، إني خايفة أكون أنا اتبهرت بحاجة فيه وبعدين طلع هو وحش. ايوه صح. كان بيروح يعني يتابعهم ويتولى أعمالهم ويسألوا عملت كذا ليه وعملت ليه وسيرته عاملة إزاي بين الناس اللي بيقودهم، على أساس إنه ما يبقاش كل ده خايف من إنه ما يحط حد في مكان ويفرح بوجوده شوية في المكان ده في المنصب ده، يبدأ نفسيته تنحرف، يعني ايوه يبدأ أو يغتر أو يتعصب على الناس. فكان دايما متابعهم، وكان دايما له شعور يقول شعار دايما يقوله: خير لي أن أعزل كل يوم واليا من أن أبقي ظالما ساعة نهار. صح. فكان ده بيخليه إن هو دايما دايما متابع في ويمكن برضه ده كان من اسبابه، والناس كلها كانت متفاجئه قوي بالتصرف اللي عمله. طبعا انت عارفه ان سيدنا خالد بن الوليد ما يدخلش معركه الا وينتصر فيها. أكيد. أيوة فكان الناس انبهرت بسيدنا خالد بن الوليد وقالوا ان هو يعني النصر بيك على ايد خالد بن الوليد خلاص. فخاف إن ده ينسب ليه وينسوا ربنا. ايوه برافو عليكي، لدرجه سيدنا خالد راح له وقال له: ليه؟ انا عملت ايه؟ قال له: هو ده يعني انت تحب الناس تقول عليك انت، ولا انت تبقى تسمع الكلام وبقى جندي عادي يتلقى الامر من الناس كان هو قائد عليهم، وبرضه كان بيحقق الانتصارات. يعني برضه الحته دي اسقط على سيدنا خالد، انه كونه ان هو تراجع الى صفوف المحاربين العاديين بعد ما كان قائد، ما خلوهوش بقى يقول طب انا ماني بقى، ما خلي القائد هو اللي، لا لا لا، احنا لا نحب الناس تعمل كده، مش انتوا شفتوني خلاص ماليش دعوه، لا، ايوه ما زال مسؤوليته تجاه الحرب.
فعلى طول على طول الناس دي بتبقى مخلصة للدين قوي وخلاص، فاهمة قصدي؟ طيب احنا النهارده اتكلمنا عن اسلامه وهجرته وايه اللي عمله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصيته وكده، فان شاء الله هنكمل باقي الحلقات، وهتبقى الحلقة الجاية هتبقى اخر حلقة ان شاء الله، فاستنونا، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة. اشوفكم على خير ومع السلامة.